عسلامة ومرحبا بيك. وبيك لله وبيكم. عفوا عليك. خالد الترودي. مرحبا بيك سي خالد. تونسير. مرحبا نتشرفوا. في بالي باش نحكيو على السنوات الأخيرة ذوما 4-3 سنين على الغلاء اللي معناها تواجهوا البلاد. يا أخي أنت قلت لي اللي الغلاء هذا من الثمانينات. مش من توا، من وقت برقيبة. لكن كان قبل ما يظهرش بالكيفية هذه فما ضغوطات، فما انسرتن كيف يقولوها بالسوري ضغط على البايع والشاري. معناها ملي بدا يطيح الدينار التونسي، ملي طاح الدينار، ملي كان انا في وقت من الاوقات صرفت 100 دولار، 100 دولار صرفتها ب 42 دينار. اليوم 100 دولار ب 360 ولا 370 دينار. 3.3. ولهذا فران فرنسي صرفته ب 85 دينار وب 82 دينار، ال 100 فرنسيس. اليوم تشوف فيها 340 ولا 330 ولا الله اعلم. ولهذا تقول لي الغلاء علاش والاحتكار موجود عنده كي اكزيست ديبوي ديزاني. اما توا تفشى خاطر الدنيا كلها تسيبت. ما عادش كالضغوطات كانوا قبل، كانوا البعض من الناس قاعدين يستغلوا في الغلاء ويستغلوا في الغلاء الفاحش وكل شيء وفي الربح الفاحش، كانوا تعيبات. اليوم ولات اعداد كبيره، ولهذا انهم قاعدين النتائج نتاع قبل اواخر عوام تاع بورقيبه واوائل عوام تاع بن علي الى يومنا هذا. ما نقولكش انا في الثورة صارت ثورة وحقوق البشر، لا 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 لا. جات انها ايامات معدودة صارت فيها شوية حقوق ومن بعد سيبت الدنيا كلها على بعضها. ولهذا ماهوش جديد، ماهوش وليد العشر سنين ولا 11 ولا 15 ولا 20، عنده سنين سنين. وكما قلت انت هذاك سي بيان ديت أن ملي الدينار التونسي أيامه تحت في باش ما نقولش كلمة أخرى، فهمت؟ ولهذا زايد مش ماشي جديد، توا زاد استفحل. صحيح، هذا شو حبينا نقولوا، أنه توا أكثر برشا. زاد إي زاد استفحل توا، خاطر ما عادش فما رقابة، ما عادش فما رقابة على 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 على, 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 على الناس اللي تمشي تاخذ لك السلعة بدينار. الكيلو تبي حالك ب 7000 وب 8000 وقت اللي هو وين الكونترول؟ عندي حاجه اخرى احنا نعرفوها، هذه حاجه نعرفها انا وانا صغير. خضار وقت يشري غله ولا خضره اليوم شراها بدينار الكيلو، بعد بنهارين تولي ب 600 وبليجي عليه قعدت له ما تبعدش يبيعها ب 600 ما يبيعهاش بدينار. اليوم اخذها اليوم بدينار وباعها اليوم بدينار، غدوة يبيعها ب 10000 وهي نفسها اخذها بدينار. حتى جينيا حرام. شرعا وقانونا وكل شيء حرام. وحتى باش تبيعها فوا دو حرام. حرام، فما حاجات مثلا الذهب، باش تبيع الذهب بالسوم اللي تحب عليه انت حر. خاطر انت ماكش مجبور باش تاخذ الذهب. اما باش تاخذ قد ما خبز هكا تاخذها ب 500 وب 600 فرنك لا يزي صغارت نقصت في الميزان والسوق سوف دير دو وترا فوا لو بري اللي كنا ناخذوا فيه قبل نتاع الباكيت. ما تقوليش جديد وما تقوليش قديم برشا، مخلطه. الجديد اللي قاعد صاير توا اللي التسيبه كلها اللي تسيبت الدنيا، الناس كل تسيبت، الناس الكل تسيبت، فهمت؟ ما عادش فما رقابة. أنا نثبت عليها في حانوت خويا عام 74، من عادش شنو وقتها جاه واحد قالوا بالشيشي مثلا نقولوا باقيت الباقيت وقتها مثلا نقولوا 68 فرنك، قالوا ب 70 قداش حكم عليه خطية 150 دينار على ليبوك عام 74 كي كان فما كونترول 2000 مش 50 و100 ودينار ودينارين يزيد على السوق تلقاه يشريه قلت لك بالدينار ويبيعه ب 10000 فرنك مش معقول. علاش؟ قد ما فماش رقابه، والرقابه لازم تكون صارمه.
الرقيب لازم يكون صلب، وهو الرقيب هو بيدو قاعد يرشيو فيه مادام هو مطفي الضوء هذيك باش يعطيوه لي هو. هاكا توا قاعد يضرب في ضربات بالكدا على الراشي والمرتشي، قاعد يضرب تحسه يضرب، فما ضرب وفما ضغط على كل العباد كلي قاعدين تتمعش من ظهورة المواطن التونسي. وإن شاء الله ربي يجيبه في السواق. أنا واحد من الناس نتمنى له كل الخير، ونتمنى أنه وماني لاني خايف منه ولاني نتقرب لحتى حد. أنا نتقرب كان لربي سبحانه وتعالى، أنا عندي ثقتي كان برب وفي الإنسان الطيب. هو يظهر توا الرئيس ماشي في خطوة نجم نقول لك 70% تغيير فيها. هذا شنو نتمنيه بالطبيعة؟ إن شاء الله ربي يوفقه ويوفق كل إنسان صالح ويحب مصلحة تاع المواطن والدولة كاملة. الشباب أنا اللي ننصح به الشباب أن يحاول يكون روحه في أي مجال إن كان. كيما نقول فيه الولدي تو عمره 20 سنة قاعد نقول فيه على الناس الكل، يزمو يكون روحه، يحاول يكون روحه، يعمل صنعة في حياته، ومش يختار الطريق السهل وهو حرقة لا، حتى كنت تمشي امشي صحيح. أنا تو ولدي شو نقول له؟ نقول له أعمل برميل، أعمل صنعة، أقرأ اللغة. أنا كي تعملهم الشيء هذا تعمله وتثقف روحك وتريق الامور، انا نساعدك ونهزك وما غير حرقان ولا غير حتى شيء. عنده اخوته يخدم في الامارات، زوز اخوته الكبار يخدموا في الامارات، قالوا لي يعمل صنعه ويعمل لغه والبرمي ويجيبوا تنوريك شنو يعمل، شنو ينجم يعمل غاديك. قاعد يسمع في كلامكم ان شاء الله ربي يهديه، ان شاء الله هاني قاعد ساعي معاه، وان شاء الله ربي يهديه وربي يصلح حاله وربي ينور وينور كل شباب تونس طريقهم ومستقبلهم. ان شاء الله يا ربي. نخلي لك الكلمه الاخرى. خو ان شاء الله العاقبه خير. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله الجاي احسن من حسن الى احسن. يعطيك الصحه مسيو. عيشك، هاي السلام عليكم.